هنا كانت البداية. في هذه الصحراء القاحلة وبين قمم الجبال الشاهقة، اكتشف المصريون القدماء أن هذه الصخور تحتوي على معادن وثروات سوف تغير وجه التاريخ. وقد قاموا باستغلال هذه المعادن في إنشاء أعظم حضارة على مر التاريخ، وآثارهم خير شاهد على ذلك. حتى تم اكتشاف عنصر له خصائص فريدة وبريق أخاذ سحر الأنظار والألباب، إنه المعدن الأصفر، الذهب. اعتمدوا عليه في صنع حليهم وأدواتهم وتخليد ذكرى ملوكهم، أصبح العملة السائدة في ذلك الحين. وهنا أقدم خريطة منجمية عرفها التاريخ لمنجم الذهب الفواخير، يرجع تاريخها إلى 1300 عام قبل الميلاد، والتي تزين باحات متحف تورينو إلى وقتنا هذا. حديثا أصبحت اقتصاديات الدول الكبرى تقاس بما لديها من احتياط الذهب كغطاء نقدي، وهذا دفع الأمم إلى التنافس في البحث عنه واستغلاله. مع مرور الوقت تطورت طرق البحث والاستغلال لخام الذهب، وتم تسخير التقدم التكنولوجي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. قديما كان يتم استخراج الذهب من العروق والنطاقات الغنية فقط، ومع التطور الحديث أصبحت عمليات الاستخراج تتم في النطاقات ذات الامتدادات الكبيرة والتركيزات المنخفضة. نالت دول أفريقيا نصيب الأسد في الاهتمام العالمي مؤخرا لتعدين الذهب، حتى أصبحت من أكبر القارات المنتجة للذهب. هنا حيث تلتقي قارتي إفريقيا وآسيا، يتواجد تركيب جيولوجي فريد من نوعه، ويعتبر بيئة مناسبة تحتوي على نطاقات غنية بالمعادن وخاصة الذهب، تسمى بالدرع العربي النوبي. منطقة الدرع العربي النوبي أصبحت محل اهتمام الباحثين عن الذهب في الآونة الأخيرة، خاصة مع اكتشاف العديد من المناجم الاقتصادية على رأسها منجم السكري المحتوي على 15 مليون أوقية تقريبا. في هذا الإصدار سنقوم بتسليط الضوء على منطقة الدرع العربي النوبي ومكوناته الغنية بالذهب، والمناجم القديمة والحديثة، والشواهد المسجلة حديثا بالمنطقة وخاصة بمصر. الدرع العربي النوبي ينقسم جغرافيا إلى مكونين رئيسيين، وهما الدرع العربي شرقي البحر الأحمر في شبه الجزيرة العربية، ويمتد من اليمن جنوبا مرورا بالسعودية إلى الأردن شمالا، والدرع النوبي غربي البحر الأحمر، ويمتد بالعديد من الدول منها مصر، السودان، إثيوبيا، إريتريا والصومال. يعتبر الدرع العربي النوبي هو الجزء الشمالي من حركة كبيرة بانية للجبال، والمكون قلب قارة جندوان الكبيرة في نهاية عصر ما قبل الكامبري. ساعد تحرك الصفائح القارية واصطدامها على تصدع صخور القشرة الأرضية ونشأة السلاسل الجبلية، مما أدى إلى فصل القارات بشكلها الحالي. يعتبر الدرع العربي النوبي ذا أهمية أساسية لجيولوجية العالم، وهو واحد من أكبر المساحات المكشوفة على الأرض للصخور القاعدة. صاحب تكون الدرع العربي النوبي حركات أرضية وتراكيب جيولوجية إقليمية معقدة كالفوالق والطيات ونطاقات التحول، حيث تعتبر أهم أسباب تركيز بعض المعادن مثل الكروم والنيكل والكوبالت المصاحبة لصخور السيربنتنايت والصخور فوق القاعدية.
القصدير والمعادن الأرضية النادرة مع الصخور الجرانيتية. الذهب والفضة المنتشر بوفرة مع بعض عروق الكوارتز نتيجة الأنشطة الحرمائية والبركانية وغيرها الكثير مثل الرصاص والزنك والنحاس. استغلت الموارد المعدنية في الدرع العربي النوبي لأكثر من 3000 سنة، وقد ازدهرت عمليات التعدين مؤخرا في هذه المنطقة، ويجري حاليا الإنتاج من مناجم كبيرة، كما يتم العمل على استكشاف ثرواتها المخبأة بخطوات متسارعة من قبل الشركات العالمية. على المستوى المحلي، فقد قامت مصر خلال السنوات الأخيرة بإضافة تعديلات جوهرية على القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الاستكشاف والتعديل، وآخرها ما تم تعديله لقيمة الإتاوة والإيجارات ونظم البحث والاستغلال باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والصادرة مطلع العام الحالي 2020. في الربع الأول من عام 2020 أعلنت مصر عن مزايدة عالمية لاستكشاف الذهب والمعادن المصاحبة له لعدد 320 قطاع بالصحراء الشرقية، يغطي كل قطاع مساحة إجمالية حوالي 170 كيلومتر مربع. هذا وتأمل الحكومة المصرية أن تكون هذه الخطوات بداية عصر جديد تزدهر فيه عمليات البحث والاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية. في الحلقات القادمة سنقوم بتسليط الضوء على أهم مواقع المعادن داخل مصر والمشاريع القائمة وعلى رأسها الذهب. تابعونا.